كلنا. عندي سؤال أو سؤالين يعني على السريع إذا هم الوقت طيب يسعفهم يعني. بس هم براحتهم ممكن يجاوبوا أو ما يجاوبوش. لا بجد السؤال أكيد واجهتكم كبنات أبائكم وأهليكم وأسركم من الأسر المتدينة وإحنا نعرف أسركم جميعا ناس من إخواننا الأفاضل وأهل دعوة وسبق وفضل. أكيد في كان عامل مؤثر من المجتمع عامل سلبي في إني وليه يطلعوا مزعج وده ضاغط نفسي على الأزواج على الأسر على البيوت في إني يكون الرفض للطلوع للإعلام ده. هل ده حصل وتعالج معاكم إزاي والأثر اللي شفتوه بعد كده إيه في نفي الصورة السلبية دي بحكم بعض النظرة المتشددة يعني؟ أنا ده سؤال مهم جدا مهم يطرح يعني. أو يمكن بالنسبة لي مثلا أنا أصلا من أيام الجامعة أنا كنت أميلة اتحاد طلبة ويمكن لسه في اخر جواب بابا بعتهولي بيقول لولادي اتفرجوا على شهادات ماما. كان عندي اكتر من 55 شهاده تكريم ايام الجامعه وفضلت لمده 3 سنين امينه اتحاد طلب. فانا كنت متعوده من قبل حتى الثوره ان انا اتعامل في الوحتك وكل حاجه اتصل ببابا ويقول لي كلمي عم فلان استشيريه وبتاع. فلما جيت اشتغل في مكملين كانت الازمه الوحيده اللي هتقابلني اني مش هعرف اشوف اهلي تاني. فكلمت بابا وقلت له الكلام ده فقال لي لا توكلي على بركه الله وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يفتح بينك وبين الناس وتقدمي رساله ودايما دايما خلي ليكي رساله وهدف. نعم. في كل حلقه بتطلعيها. طيب. النقد اللي كان بيجي لي ما كانش بيجي لي من الاسره كان بيجي لي من الناس اللي حواليا. ما ده اللي مقصوده بالظبط. لكن الاسره كانت دعم كبير كانوا دايما يقولوا طب وليه طب ما انتوا بتطلعوا على الشاشه مش عارفه بتكلموا رجاله طب ما انتوا بتطلعوا على الشاشه بتتكلموا في مواضيع حساسه طب ما انتوا ونقد بقى من هذا قبيل وكأن طيب. احنا مش انا بس مضطر انت عارفه بقى انت عارفين طبعا مقدرين اللغم اللي على ودني ده.